صار لي 6 سنين بشتغل مع The Music Home، ومن 6 سنين بلشنا بكل شيء سبورت، ديجيتال سبورت، كل شيء كمبيوتر انستليشنز، سوفت ويرز اتسترا. وهلا كثير مبسوط انه عم يكبروا، صار عندهم بروفيشنال ستوديو اكويبمنتس مثل نيف، مثل ار ام اي، مثل فوكال، تيوب تك. وهلا هول كلياتهم اكويبمنت انا بستعملهم بشكل يومي. بيميز جي ام ار ستوديوز انه نحن بندخل الانالوج مع الديجيتال. بالدانس ميوزك ديجيتال كثير مهم، بس بكل شيء روك، بوب، جاز، كلاسيكال، الهايبريد تكنولوجي انه نقدر ندخل تيوب بري امبس او ايكولايزرز او كومبرسرز مع الـ بقلب الدو، بقلب الديجيتال دو، شغله كثير مهمه. بهالطريقه مش بس بتكل على البلاج انز لحتى اخذ احسن كواليتي. والسبورت عندهم اكسلنت. من زمان كنا بدنا نشتري قطعه ما عندنا تشويس غير نطلبها ونشتريها. اليوم صار في بلبنان نروح نجرب هالايكوبمنت، نعرف اذا بتناسب هالميوزك ستايل اللي بنشتغله او لا. هيدي البرايفت روم تبعيتي، هيدي مش للكلاينتس، هيدي مطرح ما انا بقعد بعمل البروجرامينج وبعمل الستيمز تبعي. اليوم طريقه الميكس تغيرت من قبل، قبل كنا نشتغل كل شيء باستوديو واحد. نحن هلا انا بحضر، بعمل الارينجمنت او الكومبوزيشنز اللي بشتغلهم هون، بعمل الساوندز اللي بدي اياه، بروح بستامز على المين روم، على المين ستوديو. هلا بفرجيكم اياها. هونيك بنعمل فاينل ميكس. كمان اذا عندي لايف ريكوردينج مهم، عندنا اللايف روم كتير كبيره، فينا نسجل الجراند بيانو، درامز، سترينجز، اوضه كتير حلوه لللايف ريكوردينج بالمين روم. وبرجع بجي بعمل الساوند تبعي انا هون، باخذ التراكس بشتغلهم، بعمل اديتينج، تيونينج، مغير بالساوند، ساوند ديزاين. واخر مرحله مروح على الميكسينج روم على البرو تولز مع اليوفونيك سيستم 5 مع كل الانالوج جيرز كمان بالمين روم. هلا بنفرجيكم اياه هون. واخر بارت هو الماسترينج. نحن هلا بالمين ميكسينج روم عندنا سيستم 5 يوفونيكس كونسول 140 شانل. هيدي 140 ريل شانل. مثل ما بتشوفوا عندنا المهندس الفرنساوي اكزافيي اسكاباس عم يمكسج ذا فويس كيدز بشغله لاكزافيي. نحن مثل ما خبرتكم هيك بنستعمل ديجيتال مع انالوج. الدو هو برو تولز، عندنا برو تولز كثير كبير لنقدر نعمل 140 شانل. فالماشينز راكبين جوا بالماشين روم، الكروتي والدي اس بي اتسترا. كل شيء مارق بالانالوج مثل ما شايفين هون. عنا الاي بي اي، كل الدرامز بيمرقوا بالاي كيو الاي بي اي، بالكمبرسر ال 2500 الاي بي اي. نفس الشيء بنستعمل الدرومر المالتي باند على الماستر باس. اخر شيء بنحط المالتي باند الاس 3. هلا ما بقى في منه، بس مبسوط انه عندي قطعه انا منه. هيدا الدرومر كمان من عند ذا ميوزك هوم، والاي بي اي كمان. بالفوكال ريكوردينج انا بستعمل النيف البري امب، هيدا كاستم ميد 1095، هيدا اشتريناه بمزاد ما بقى في منه. بس المهم انه بيمرق على الكمبرسر التيوب تك السي ال 1 بي. هيدا التشين دائما اكزافيي بيستعملهم، من احلى كواليتي بناخد للفوكل لما نستعمل، حتى للبيس كتير مهم ككمبرسر. وهون كمان عنا الروبرت نيف، نحن بنستعمل عنا كمبرسر وعنا مثل ستيريو ايمجر كتير حلو بنحطه على الفينال. فال 5014 هيدا راك كتير مهم، بنستعمله على الكمانجات، بنستعمله على الكورال، كل شيء سنتيسايزر او باد بيعمل وايدنينج كتير كتير حلو. فهيدا هلا مخلص هيدا الميكس هون كل الشغل، برجع بنروح على الماسترينج، من الماسترينج بيطلع الفينال للبرودكاست. هيدي الاوضه عملوا لي اياها ستيرلينج. هيدي ريل ماسترينج روم. ليش؟ لانه فيها بلاير برو تولز 12 ريكوردينج دو يلي هو استوديو 1. من الديجيتال بنطلع برو تولز، بنمرق بالتشين اللي هي ويس، كل شيء ويس. عندنا الدايناميك كومبرسر، دايناميك اي كيو، وعنا الليميتر. ندخل نحوله لانالوج على تشين كتير مهمة من كرين سونج،
يعني عنا ال HEDD ال 192 بحول من ديجيتال لانالوج ومنكمل انالوج كومبريسر الكرين سونج الايكولايزر الكرين سونج عندنا كومبريسر تشارتر اوك الكونسول اللي بقدر اتحكم فيهم كلهم لينا اسمها دانجرس اللي هنا عندي الماسترينج الماستر دانجرس كونسول مع السامينج دانجرس والقطعة كتير مهمة اللي عندي اللي هي الماسنبورغ اي كيو الماسترينج اي كيو المونيتورينج سيستم كرين سونج هيدي اسمها افوسيت هيدي من اهم المونيتورينج سيستم بالعالم في كنترول فظيع فيها الانالوج ديجيتال ليفت رايت الفيز فينا نسمع لنعرف وين عندنا ديستورشن في اسمع قبل وبعد وبعد الانالوج وقبل الانالوج وبعد الديجيتال وقبل الديجيتال كنترول كتير مهم المونيتورينج سيستم السبيكرز هن ام بي 1 ادم يعني ماستر بيس 1 ادم هول كتير منيح كتير مهمين لكل شيء دانس ميوزك مودرن ميوزك وبستعمل الدين اوديو لكل شيء نير فيلد صغير لاعرف شو بيطلع على الراديو وهيدي الاوضه الوحيده اللي صرنا سيرتيفايد لماسترينج لاي تيونز ولانغامي للستريمينج ماسترينج بالانالوج كمان عندي قطعه كتير مهمه اللي هي الدرومر 3 سام اسمها اللي انا بقدر نقي 3 بروسيسور وحط انه مثلا بدي حط اي كيو على الهاي حط كومبريسور الكرين سونج على الميد حط الكومبريسور او حط الاي كيو الماسنبورغ على اللو قطعه كتير حلوه بقدر بعمل فيها شو ما بدي ومثل ما قلت لكم اهم مونيتورينج هي الافوسات هي السر انه نقدر نعرف اذا عم يتحسن الماسترينج ولا عم ننزع الغنيه ولا عم نحسنها ما بعرف كيف بنظره بتعمل هيك بتاخدني ليك وبموت عليك ما بعرف شو اللي عم يسحرني هيك لمست ايديك ضحكت عينيك What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down.